عمك محزن خسر النذير وخسر البيرم وقالهم احفروا وانا باش نحكي لكم حكايه مزيانه. بيرم مش بد البالة ونذير مش بد الفيس. بيرم ضرب الضربه الاولى وعمك محسن قالهم شوفوا يا الولاد، راهو في الغرام هذايا تحبوا توصلوا اللي تحبوا عليه لازمتكم تكونوا صبوريين. واضرب يا بيرم. شوفوا يا الولاد، محسن ورضا وحمادي اكثر عبيد ذروني في الغرام. اضرب يا نذير، كنت في الغرام وكما كنت نحكي لكم على الطاولة حبيت نعمل بطل باي طريق، اي كبش نكسبه واي كبش نشريه واي كبش تكون مزالت له على البطولة رشفة. اضرب يا بيرم بالفيس. يجيني عبد الكريم ولا حمادي ولا حتى رضا قبل ويسيب معاي ويربح. يمكن فما 20-30 كبش كانوا ماشيين للبطولة يزغط وقفوا لهم كاريرهم كبش رضا وكبش حمادي وكبش عبد الكريم. يضرب نذير. هذاك علاش انا نحب نعاونكم ونحبكم تحطموهم كما انا حطموني قبل. بعد الخبرة يا نذير. بيرم يضرب بالفيس، نذير يضرب بالبالة، وعمك محسن يقولهم ارزنوا اعملوا عقلكم كي تصدموا على رضا وحمادي وعبد الكريم. كونوا معبين بالهويش ومعبين بالغرام ومعبين على الادريالين. ما تخلوهمش يطولوا معاكم، اهبطوا لهم في ليله ما تخليش يطلع عليهم سباح. نذير احفر بيديك طيش البال. بدا نذير يحفر بيديه وعرضته فليجة. لفت له عم محسن وقال له يا بيرم عاونوا وخرجوها. جبدوا كالفليجة وحلوها يلقوا فيها برشا فلوس. خزر عمك محسن وقال أذما 50 مليون، أركحوا أموركم أرزنوا ما تخافوش، هما سيحة ذاكم الكسيبة. أما أنا هربتهم البوليسية على أساس كنت عامل أوبجيكتيف باش نخرج من الحبس وننتقم منهم. أما تبارك الله أكم قصرتوا علي الثنية، أنا كبرت وعلى عصابي وليت برشا. نحب كل ما نجي للبطحة نشوف كباشهم هاربين بالترت. نذير شرجي مخزنك بالكدير. بيرم باش تعمل فلوس من الغرام راك، على خاطر كان تقمعوهم كيف ما يلزم وتحرموهم وتكثروا لهم من خسائرهم. صدقوني جيوش ركباش من عندكم وانتو ما تبيعوا لهم كل كباش الوافية، متفاهمين؟ والكبش قبل ما تبيعوا لهم كي تضيق عليهم السوق وتحشموهم قدام العباد، تطلبوهم سباح تطلبوهم ليل تطلبوهم عشية، تفرغوا لهم مخزنهم يدوروا يحبوا يجيبوا لكم ثنية، والكبش اللي يجيبوه لكم تربحوه. ما ينجموش يشربوا الماء قدامكم ويقولوا لكم راه ما عادش عندنا كباش، يتلزوا يشريوا كباشكم. واي كبش يحبوا يشربوا من عندكم اتحطموه انتوما قبل ما تبيعوه لهم. لازم تكونوا واعين بالشي اللي قاعد نعمل فيه معاكم، اكثر من نقة تضحية ما فماش. يا بيرم خد وراك باش ترجع للجوتشي والتي ان وتكزيستي بالساكوش. نذير يمكن انتي بوك ما حنش عليك، اما انا حنيت عليك، ثقتي فيكم كبيرة. للانتقام نحبكم تخلوهم في حيرة، متفاهمين؟ تلفت نذير وقال له يا عم حسن نوعدك ما فما كان الرجال، ونوعدك الفلوس هذيا ما نرجعوهم لك في اقرب وقت. قال له يا نذير ما نحبكش ترجع لي فلوس، نحبك ترجع لي قرون طايره وكبش محطمه ودمو متشرطله، نحبك ترجع لي مذله في وجوههم، نحبك ترجع لي وجوه صفره في وجوه عبد الكريم ورضا وحمادي، نحبك تقمعهم. كونوا حاضرين. هز نذير وبينك الفلوس وقروا يبدأوا الغرام من جديد. مشى نذير لعمك على الليلة
واخذيه 10 قطايع يبكيو كباش القرندورتين حمومية صحيحة كباش تفجع يا رسول الله. ززيهم وحطهم في المخزن مع بايرم، وذا ما 20 مليون بالخمسين ومشوا على رواحهم. 3 ملايين دقدقوهم في بعضهم، شوية مصاريف شوية لبسة شوية شيخة، ولا يبان للعبيدة تفل نظيف. وبدا الأخبار يدور في الربط، وصل الموضوع العبد الكريم ورضا وحمادي. نذير عنده مخزن يفجع مازال كيرجع بيه للغرام. نذير هبلهم، نذير وبيرم جابوا 10 قطايع يفجعوا. عمك حمادي بدا يخاف، ورضا كيف كيف. وعبد الكريم تلفت وقالهم يبجاه ربي توزوز، واحد كان في الحبس واحد كان يبيت تحت قطر في ساعة خرجوا وعملوا 10 كباش في مخزن. ما تصدقوش كلام الناس يا عبيد، هراهم ما يربحوا حتى شيء. وتعدوا 2 شهر من زمان، حمادي ورضا وعمك عبد الكريم عندهم كبيش أصفر الرباط عامين، يحبوا يتفرجوا فيه، مازالوا يهلوا بيه. وهبطوا على الفيسبوك ومرحبا بي إنسان في ردعو، ويخرج لهم بيرم ونذير في لايف ويقولوا لهم الله يربح ابن عمي الليلة نتفرجوا. العبيد شفوا تصويرة نذير وتصويرة بيرم في اللايف، زادوا عرفوا الدربيات باش ترجع، وزادوا تفجعوا وتفاهموا على دات حمادي رضا عبد الكريم. 3 في البطحة يستناو، ونذير وبيرم مازالوا ما جوش، والعبيد الدايرين يصفقوا هيا بتتعاود ايام زمان ولا شنية. عمك محسن تخلي البطحة ووقف يستنى في النهار هذايا عنده مدة، ويدخل نذير وبيرم شادين كبيش يا حم بسم الله ما شاء الله. لفت نذير وقال خبت 8 شهور على غرام ما طولتش، اما اول ما كسبنا كباش ما خممتش. يا بابا يا عم رضا يا عم حمادي، حاب نقولكم كلمة واحدة، اللي المسيابة هذية ما هيش اول مسيابة وما هيش اخر مسيابة. وصدقوني كان انتوما بقيتوا في التيرانات طرف تعوحدكم، نحب نقولكم مع نذير وبيرم العام صابة، وحطوا راس في راس، الاصفر يمرح ولا حم يخرج قبله، الاصفر يمرح ولا حم يخرج قبله. عبد الكريم يضرب على الظهر يترشق في البعبوس، وبيرم يعيط بعلى صوت هيا بابا تجي تو. نذير اختار هو يهبط مع اللحم، بعد 8 شهور ما شافش فيها بطاحي وناس، بالرغم باش يسيب كونتربوه، اما قال ذاك مش بابا وانا نخلي على قدري عساس. دماغات ماشية جاية، اكل اصفر قاعد يستنى ولحم يخدم عليه، وفي دماغ من الدماغات لحم ديماري ولصفر يهز بيه، ولحم يمشي راسه في الحيط، لحم يدور ما هو فهم شيء، ولصفر يبلع له كعبة يجيبه على ظهره ويقف، ينقز كناذير ويترشقه ويعاود يقوم. لحم داير يمين داير يسار ما يعرش صيه، ودع نذير شاد راسه، أكل أصفر يمرح وديماري، لكن لحم ديماري معاه ويطيح، ورغم خرج معاه في خطوتين الأصفر طاح ما قام، ولحم عاود يمرح ويدخل في عمك عبد الكريم. وإن شاء الله مبروك بريمير فيكتوار للحم بيرم ونذير. عمك عبد الكريم تخلى فيه الكبش جامي يكوع، ونذير صفر إحساس. رضا وحمادي غيظهم، بعد أرقامهم الكبيرة بعد ما قعدوا 40 مرة ما خسروش في البطحة، جا نذير وبيرم
واربحهم. عمك محسن يتصفق مع العبيد وقال وقيل الخطة والفلوس اللي تعطات النذير ما مشيتش حرام. تلفت نذير وقال عبد الكريم يا بابا بين قوسين يا عمري ذا يا عم حمادي تحب ترجع روفونش حتى توا عندي الباندي هيا نتفرجوا توا. حمادي يموت على المسير. تلفت لعبد الكريم وقال له اخرج منها ولدك وانتي متبري منه خليني انا نوريه لغرامة ذايا ما بنه. قالوا يا نذير غالي وطلب علي اغلى منه تو نجيب لك الاجنح انتي باش مش تخرج لي. قالوا انتي عندك اجنح وانا عندي ازقع والله يربح. مشي نذير جاب الازقع ومشي عمك حمادي للمخزن جاب الاجنح بالرغم اللي يريده قال له ما تخرجوش الجناح هذاك مريث. لكن حمادي الغش عمال وعينيه وقرر ينتقم للمخزن متاعه ويحب يعاود شوية من الارشيف. تلفت نذير وقال بايرم هذه فرصتك باش تبني اول خطوة في طريق الابطال. انتي باش تهبط باللزقع وبقدرة الله عندي كان الرجال. عمك محسن قاعد يتفرج. عمك عبد الكريم ما هوش عاجبه الحال على خاطر يعرف اللي كبشهم لجنح ما هوش في المقام وما هوش موديل. ودخلت الأكباش وحطوا راس في راس أربعة كعبات لزقع متاع نذير يربح وإن شاء الله مبروك. عمك محسن يصفق وفرحان قال تبارك الله عليه هز الفلوس عنده شهرين رزيهم في كبش في أقل من ساعتين. بابا عليكم محليكم يا الولاد. عمك رضا ما هوش فاهم شنيا اللي يصير. تلفت وقال يا نذير ربحتني في زوز كباش حتى انا نحب نرجع لك روفونش بزوز كباش وكان نربحك اللي دا نولو متعادلين. تلفت له بيرم وقال له ماي فاذر الدلل يو جيف مي اي ام هير. قال له اوكي يا غالي مرحبا بش يجيك باب البلاء بش نخرج لك بالمصفارين كبش أصفر وكبش خروبي وانتي وريني عرض هالكتفين بشكون بش تجوني. تلفت نذير وقال كان انتي بش تجيني بكبش أصفر وكبش خروبي انا بش نجيبك بكبش الزوز في الراس كيف كيف اما في البدن يعملوا كيف لا دراع ولا جنح كبش تعارك سيف خريف الشتاء وتمشي شطله منعه في الربيع. عمك محسن ما هوش عاجبه الحال ويعرف اللي البطحة ذي دوارة ويعرف اللي البطحة ذي غوارة ويعرف اللي البطحة ذي كتحب تغدر راي ما تحشم من حد توريك ربح هالمرة الأولى وعادي توريك خسارتها. مشان يذيروا بيرم جيبوا الزكباش أخرين وروحوا بكى لزقع. عبد الكريم يخرج مع رضاه في الأصفر والخروبي وقالها بالصوت الليلة ذي ليلتهم وواتيتهم كان خسرنا ذا ما زوز ما عاش نعود ونطلبوهم كان بعد بريود أخرى. البطحة حبتهم والبطحة إذا حبت الكبش صدقني ما تروح كان المغروم زاهي والبطحة تكذب المغروم كيما المية تكذب الغطاس. وذاك اللي حاجتي به ماذا بيا كان يخسروا ذا مزوز ما نعاودوش نطلبوهم وكان يربحوا ذا مزوز ما نعاودوش نطلبوهم. تلفت رضا وقال له هكاك نحن اخر واحدين طلبنا والله اعلم هما باش يعاودوا يطلبونا كان ربحونا ولا ليه. تلفت حمادي وقال شوفوا يا رجال انا اي مغروم يطلبني ما نرجعوش وانتم اعملوا لي ساعدكم. رضا وحمادي وعبد الكريم بدا يدخل الشيطان ما بيناتهم ونذير وبيرم تبارك الله متفاهمين وعمك محسن من تالي الكاسكيت والدنجري وعبارة ما يعرفهمش يتفرج وشامت. ودخل نذير بلدرع ودخل عمك حمادي بالأصفر وحطوا راس في راس لدرع ما يمرح الجملة طاح يلف عليه يلف عليه يلف عليه لين قالوا له كبش القصاص. قالوا نزيدوهم خمسة شدوا على كباش اما فكي عودوا لسقوهم لدرع ديمارة
اما الاصفر بقى يستنى. اكل لفيت اللي لفهم عليهم من لون وقفوا ووجعوا. بعد ما لصقوهم زادوا كعبة ربحوا ومبروك على الدرع نذير وبير. وربي عوض على حمادي ورضاه وعبد الكريم. عبد الكريم يخبط، رضا مش عاجبه الحال، وحمادي قال هذيك هاي لازمتنا نخسروا كباش باش النجم ونعملوا أبطال. بقال خروبي للجنح عودوا حطوا راس في راس. تلفت نذير وقال ربحتك أنا بجوز كباش وربحك بيرم بكبش، أما المسيابة ذي لجنح باش يهبط بيها. بابا عم محسن اجهبت يا غالي، تخلى عمك مخزن للبطحة. رضا حمادي عبد الكريم شافوا محسن في البطحة وجوههم تقلبت وما عادش فيها الدين. لفتوا قالوا سارة هي الحكاية كاية، وانا نقول منين جابوا فلوس كانوا مرمدين مطيشين ولو يحكموا في الغرام وبي الشيخين. سارة محسن اللي مولهم ايا مالها اتونا عودولو شوية من الغرام القديم. تخلى عمك محسن باللجنح وتخلى عمك رضا بالخروبي وحطوا راس في راس. عمك محسن ويقف مع الكباش ورجع بيه التاريخ لعوام التالي 3 5 7 10 20 سنة تعديو لقطات كيما هذه. عمك محسن كل ما يقابل واحد من رضا ولا حمادي ولا عبد الكريم يخسر المسيابة، لكن اليوم مش كيما أي يوم. اليوم المسيابات اللي ما فيهم شلوم، اليوم الغرام اللي باش نطيروا من عينيهم النوم. عاد اللي ينتقم لجنح يبعد لآخر الدنيا والخروبي يستنى فيه، لجنح يديماره والخروبي يهز بيه. عبد الكريم خزر وقال إشنية من قبيلة وهما يربحوا عملوا 4 فيكتوارات، الكبش اللي باش يهبط بيه محسن باش يخسر وعمك محسن يتبع. أما الزلاط في الغرام حاجة ما ننكروش. أكل لجنح ديماري والخروب يهز بيه، لجنح ديماري والخروب يهز بيه. وفي هزة من هزات لجنح مشال ساقين الخروبي وحشهم له. طاح الخروبي ما قامش، جو يشوفوا فيه يلقى الساق وتكسرت. وإن شاء الله مبروك مبروك فيكتوار للجنح. أحمك محسن هز يدي في وسط البطحة وقال الصبر هو أصل صنعة الغرام، وأنا كي نوثق في الرجال يوروني شنية ما عليها الضرب ويردوكم كل حطام. في ليلة ربحناكم 5 فيكتوار، حمادي رضا عبد الكريم ما ظهر لي كان باش يجيكم النوم الليلة. ايا كيفاش نزيدوا نقشات؟ لفت حمادي وقال ما فيها بيس. لفت عبد الكريم وقالهم لا يا رجال، لا تزيدونا لا نزيدكم، شيخنا ب5 كباش وشيخنا لعبيد، اما توا زايد تحكوا معانا. لفت حمادي وقال لا يا عبد الكريم، كان انتي تحب تشرب الماء انا ما نشربوش، انا توا باش نمشي نجيب الكباش. ورضا قال ايه نعم يا عبد الكريم، كان انتي خايف براش دارك، لحنا نفرخوا مخزننا وراسنا ما يتطبش في البطحة. وعبد الكريم حس روحه تهنتل، بالرغم هو اللي ماخذلهم الكباش بنظرته ويسير لهم في الكباش بغرامه وهما داخلين كان بالفلوس. وزادوا عمك حمادي كلمة وقالوا علاش تقول ما نسيبوش، ياخيش دافع فيهم انتي لكباش باش تحكم فيهم على طرف غرام استعمرتنا، خويا ما عاش تلزمنا ويجهز غرامك من مخزننا. عمك عبد الكريم تمنى لو الارض تشق بيه وما يشوفش حكاية كيما هذي. خزر يلقى ولده نذير يخزر له وغايذ حاله، بيرم مش عاجبه الكلام. ومحسن تلفت وقال نحن نحب نسيبه مع عبد الكريم، يا حمادي يا رضا احنا ما نسيبوش معاكم، كان تمشوا تجيبوا كباش وتجوا
احنا ما تلقونيش على خير. تلفت له حمادي وقال له لا يا محسن، مش تربحني في خمسة كباش وتحب تقص اللعبة، احنا بدينا في مسيبة، انت كي زدت احنا ما رجعناكش، وانت توك باش تزيد احنا زادة ما نرجعوكش، واحنا زادة كي نحبوا نزيدوا ماذا بيك انت ما ترجعناش. طلب الحرب ما فماش اكثر منك كاية. تلفت نذير وقال ما لا في خاطركم وخاطر الرجال نزيدوا معاكم فيكتوار واحد، كان ربحتوه بصحتكم وكان ما ربحتوهوش فاتحة عليكم. لفت رضا وحمادي وقالهم ميسالش نزيدوا فيكتوار واحد. قالوا له اوكي عم رضا برا جيب كبشك مادام احنا جبتنا كباشنا. بايرم ومحسن مشى يجيبوا في الكبش، ونذير مشى لبوه وقال له بابا مش نقول لك جملة واحدة، ايا معايا المخزن اختار الكبش اللي باش نسيبوه فاس رضا وفاس حمادي. لفت له عبد الكريم وقال له برا يا طفل طول عملت عقلك وقلتني. قالوا يا بابا اي طيح لهم مقدرهم كما طيحوا لك قدرك. وهز نذير بو تخلي المخزن، عبد الكريم تخلي المخزن يلقى عشرة كباش تفجع. لفت عبد الكريم وقالهم شوفوا كان تحبوا تربحوا اخر مسيبة لازمتكم تخرجوا اكسح كبش عندكم، على خاطر هما ربش يجيبوا لكم اكسح كبش عندهم وانا ديجا نعرفه لادرع بودلادل، لازمتكم تعطوني كبش وعمره باه وصحته باهية وعصبه باهية. لفت له محسن وقال له تشنايا يا عبد الكريم باقي تتشرت صنعت لغرام ذراتك ما وراتك. تلفت له بايرم وقال له يا نذير نعطوه الاصفر. تلفت نذير وقال له الاصفر باهي اما مدوح. تلفت له عمك عبد الكريم وقال له ايه اعطيني نصفر عايش ولدي مدوح ما يتيحش على خاطر يضرع يمس في الاعصاب ويضر. وطبس عمك عبد الكريم وهز الاصفر وخرج بيه، البطحة تملي وتفرغ بالعباد. مشي عبد مشي رضا وحمادي وجابوا لدرع بالدلاد الوجو ويلقوا الاصفر شادوا عبد الكريم. خزر لهم وقالهم طردتوني من مخزنكم اما ما تنجموش تطردوني من لغرام، وكان انا نخرج من لغرام لغرام ما ينجمش يخرج مني، وروني ايش عندكم. وحطوا راس في راس حمادي فاس عبد الكريم مرة أخرى. نذير وبيرم ومحسن قاعدين يتفرجوا من البرة وثقتهم كبيرة في عمك عبد الكريم. عمك عبد الكريم عرف لدرع حب يقتل لدرع يمرح، وعمك عبد الكريم يقرص الأصفر من جنبه باش يخرج قبله، ما حب يخليه حتى دماغ يخرج قبله لدرع. لدرع يمرح وعمك عبد الكريم يقرص الأصفر يخرجه قبله، في دماغ من الدماغات الأصفر عكس عمك عبد الكريم ولدرع خرج قبل، أما الأصفر ما طاحش أما تشكل. لدرع كبش مسمام عصبه باهية يوجع ويكبش في جرمه يقتله، أما كيجيبوله كبش أرزن منه في الصحة يطيحه ويشكله كريمه ما ينجمش يكسرها الكبش عالف. الأصفر تشكل في دماغ عمك عبد الكريم قاعد يسرح فيه، ولدرع ومرح وجاي يجري من الغادي والأصفر هز بيه. لدرع يمشي في الهواء بين هواء وفضاء وساقيه مازالوا ما ركحوش عالوطا، وكالأصفر يديمارالو بين هواء وفضاء وكسر له كرايمه قدام العباد. وبابا أخويا توا مازلت كي جيت درنسيبي يا باهين انت فين والحب فين. بارتي 12 سافا كي ما عادش نحبوني نحكي برشا خويا كومونتير. بارتي 12 مازلت الهبله مازلت عطشت من الكلام برو ولا عطشت. هاي سكر الباب خلينا نرقد ما عادش بكري. ديديكاس فتوحه يا الخضره بتبيع هذاك الملك
ملك فتوح هي الخضر اقوى سبونسور، وجهاد الخروبي نستور، جهاد الخروبي نستور خويا ذاك.